كنا في سجن تدمر وناس فاقدي الأمل بالحياة ضمن الظروف الصعبة التي كنا نعيشها، ولما خرجنا كتبت لنا الحياة من جديد وعشنا بأمل العمل في هذه الحياة، وشاركنا في الثورة السورية لنخدم المرضى ونعين المصابين والجرحى لنشارك في هذه الثورة. ضربوني على حنجرتي ففقدت صوتي لفترة من الزمن وعاد بالتدريج، لذلك صوتي يعني منخفض. نعم. دكتور العباس فعلا مشهد له الدكتور، انه انسان كثير يعني متواضع مع اهل البلده.